ريوان، المركز الأول للتصوير بالأشعة التشخيصية. محمود شو بسوي هون؟ مساعد؟ مساعد؟ دكتور أنا قلت لك بدي طفل، ليش محمود هون؟ ما بعرف إنه بدك طفل، محمود ما بيمشي حاله؟ يا أخي محمود هسلامته ما شاء الله شيخ الشباب، بس بدي طفل، بدي أحكي على المطاعيم اليوم. محمود بديش أعطلك حبيبي، يعطيك العافية، خليني أحكي للشباب على المطاعيم. تمام، اليوم رح أحكي لكم على المطاعيم، وخليني أحكي لكم قصة شوي هي حزينة، ولكن قصة صارت ب 1998. في عالم طبي عمل دراسة كبيرة، الدراسة الكبيرة هاي اسم العالم اسمه وايكفيلد، عمل دراسة واستنتج من الدراسة هاي إنه مطاعيم الأطفال بتعمل أوتيزم، أوتيزم اللي هو مرض التوحد والتهاب القولون. طبعاً أنتم بتتخيلوا شو اللي صار بالدنيا كلياتها في بريطانيا وبأوروبا وكل المحلات، شو اللي صار؟ الناس بطلت تطعم أولادها، كتير بطلت تطعم أولاد، بحكي لك أنا أطعم ابني ويصير عنده توحد ويصير عنده التهاب ومشاكل. وشو صار في الأمراض؟ الأمراض كلياتها تفشت، زادت الأمراض بأول الألفين لأنه الناس صارت تخاف من المطاعيم هاي. وزي ما أنتم بتعرفوا بالزمانات المطاعيم ساعدت أنها تتخلص من كتير أمراض، مرض السل، مرض البوليو، السمول بوكس، كل الأمراض المعدية، مئات الملايين من الأرواح تم إنقاذها بسبب المطاعيم. فهذا إشي كتير كبير أنه نبطل نطعم أولادنا. المهم صارت هالورقة هاي، وبعدين صارت دراسات كتير بعدها. الدراسات هاي أثبتت أنه كل الكلام اللي حكاه الشخص هذا ويكفيلد كلام مخطوء، وكان إشي بسموه عدم نزاهة في الورقة اللي عملها والريسيرش. ويوم بالأيام قرر المجلس الطبي البريطاني بال2005 يشطبه من مجلس التخصص البريطاني لأنه كل الحكي اللي كان يحكيه غلط. فتخيلوا قديش الضرر اللي سوى بسبب المعلومة وبسبب البحث الخاطئ اللي هو سواه. فأنا الرسالة اللي بدي أوصل لكم إياها اليوم إنه المطاعيم آمنة جداً وأنقذت مئات الملايين، كتير من الأمراض اختفت من العالم مثل السل، مثل البوليو اللي هو شلل الأطفال بسبب المطاعيم. فحرام إحنا ما نطعم أولادنا. تخيل ابنك بس يكبر ويحكي لك يا بابا ليش ما طعمتني؟ أنا صابني هالمرض هذا، أنت غلطت في حقي، أنت ما طعمتني. أنا بعتبرها إجرامي إنه الواحد ما يطعم أولاده، ما يعطيهم دواء. وزي ما نحن بنعرف المطاعيم جدا آمنة، وفي نوعين من المطاعيم، في مطاعيم حية بنسميها يعني فيها مواد حية، وفي مطاعيم فيها كيماويات مواد غير حية، والاثنين بصير نطعم فيهم 100% ما في مشكلة. فالمطعوم بس تاخده أنت ممكن يصير عندك شوية حرارة، أو للطفل يصير عنده شوية حرارة، تعب عام، وجع بالمفاصل، ولكن هذا مش رياكشن، مش إشي بسبب أنه والله المطعوم سيء أو سوى مضاعفات. هذا جسم غريب دخل على الجسم وأدى إلى التفاعل هذا، ولكن على المدى البعيد المطعوم جدا مفيد. فرجاء رجاء لكل الأهل اللي بيسمعونا، أوعوا ما تطعموا أولادكم. في برنامج وطني بأي بلد بالعالم بيحكينا على أي عمر لازم نطعم أولادنا. المطاعيم اللي هي من منظمة الصحة العالمية WHO ومن الوزارة، وزارة الصحة المعنية بالبلد، جدا مهمة ولازم نتقيد فيها. وجميع الدراسات أثبتت إنه المطاعيم بشكل عام آمنة 100%، ولكن إذا الواحد عنده حرارة، تعبان، مرشح، التهاب بالجلد، طبعا ما بأخذ المطعوم، بستنى لهالرشح هذا يروح وبالتالي بأخذ المطعوم. فنهاية بتمنى أكون إني وصلت الرسالة إنه المطاعيم آمنة. فأنا اليوم هذا المطعوم اللي معاي بدي أحطه بالإشي الخاطئ، إنه والله المطعوم بتضر بصحة الطفل أو صحة الشخص اللي بأخده، هذا كلام خاطئ 100%. وإن شاء الله تكونوا استفدتوا من المعلومة هاي، وشكرا لمتابعتكم. ونكمل معاكم فقرات الأطباء السبعة.